مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية. حابين طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر، وخبر مهم طبعا. معنا على الهاتف دكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور إبراهيم. ألو. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا في صباح مين. اهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الفل. اهلا بحضرتك. الحقيقه طبعا يعني زي ما مشاهدينا سمعوا الخبر معانا، حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر، يعني ابرز اللي يعني العلامات اللي يعني اللي بتدل على ان السائق ده متعاطي للمواد المخدره. الحقيقه ان صندوق مكافحه وعلاج الادمان ده احد الاجهزه الحكوميه المعنيه بمكافحه ظاهره التعاطي وادمان المواد المخدره، ومع اهتمام القياده السياسيه بهذا الامر واهتمام الدكتوره نيفين القباش وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق، كان لابد ان احنا نكثف من حملات الكشف المبكر عن المخدرات بين ثلاث فئات يعتبروا من اهم فئات الخطه او العاملين في المجتمع. اول فئه العاملين بالجهاز الاداري للدوله، والفئه الاخرى اللي هي فئه السائقين سواء على الطرق السريعه او العاملين بالمدارس الخاصه. والحقيقه ان احنا بنكثف جهودنا في هذا الامر بشكل متتالي ومستمر بالتعاون مع الاداره المركزيه للامن بوزاره التربيه والتعليم، والاداره العامه لمكافحه المخدرات، والاداره العامه للمرور، علشان نحد من تفاقم هذه المشكله. خلال الفتره الاخيره قام صندوق مكافحه وعلاج الادمان بتدشين مجموعه من الحملات القويه جدا على سائق الحافلات الدراسيه، وده ليها اهميه كبرى جدا، لان لو حضراتكم عارفين كان في حوادث رهيبه حصلت من جراء تعاطي السائقين للمواد المخدره، وقدروا من بعدها القيادة السياسية أنها تاخد إجراءات قوية في هذا الموضوع، ويتم الكشف المبكر وإيقاف من تعاطى أو من ثبت تعاطي المواد المخدرة عن العمل من خلال إجراءات قانونية محددة. خلال الفترة الأخيرة احنا كشفنا على أكثر من 900 سائق حافلة مدرسية خلال الأسبوعين الأولانيين من العام الدراسي الحالي، وتبين حوالي 12 سائق منهم يتعاطون للمواد المخدرة، وتم طبعا إحالتهم للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. أنا كمان من خلال برنامج حضراتكم بناشد سادة أولياء الأمور إن اللي يشك من حضراتهم إن السائق اللي بيقل ابنه عليه مظاهر خاصة بتعاطي المواد المخدرة، على طول فورا إن هو يبادر بالاتصال بالخط الساخن 16023 ويأكد على المعلومات الخاصة به، علشان إحنا نتوجه على طول للمدرسة ونقدر إن إحنا نجري التحاليل الخاصة بهذا الأمر او بالكشف المبكر عن المخدرات ما بين السائقين. وفعلا انا كنت يعني فعلا هسال حضرتك فعلا لو في اي شكاوى او يعني ما يتعلق بالامر ده، يعني ان هو زي ما حضرتك اوضحت يتصل بالخط الساخن وحضراتكم طبعا 16023. تمام، ده الخط الساخن. يعني لو في اي زي ما حضرتك قلت، لو في اي من اولياء الامور شك او حتى الطلبه ذات نفسهم حسوا بحاجه بيقولوا لاولياء الامور، اولياء الامور بيتوجهوا او بيتصلوا يعني بالخط الساخن عشان يقدموا الشكوى. ده مظبوط يا فندم، والحقيقه ان احنا بقت في ايجابيه قويه جدا من الساده اولياء الامور في هذا الامر بشكل كبير، وبدات في متابعات للسائقين اللي بيقل اولادهم الى المدارس، وبقى في اهتمام قوي، يعني بقت في رقابه قويه جدا من اولياء الامور ومن الطلبه كمان. فبدأ بقت في عندنا حالات كثيره جدا من الاتصالات بتجيلنا على الخط الساخن، سواء كان بالابلاغ عن سائقي يعني عليهم علامات او بوادر خاصه بالادمان والمخدرات، او عاوزين يعرفوا معلومات اكثر عن المشكله ومعلومات صحيحه عنها. طيب معلش انا اسف يا دكتور، برضو حضرتك بتقول دلوقتي لو في حد من اولياء الامور او حتى الطلبه لاحظوا حاجه على السائق، برضو حابين حضرتك معلومه عشان يعني يبقوا على درايه اكتر، ايه ممكن العلامات اللي يكتشفوها او يلاحظوها وبالتالي يقدروا يبلغوا، يعني ايه اللي ممكن يلاحظوه على الشخص؟ عندنا مثلا عدم التركيز، عدم الاهتمام، سرعه زايده، الاسلوب العالي ممكن، او الصوت العالي اللي مش اللي هو مزعج، الحديث اللي غير لائق، علامات بقى خاصه جسميه
ممكن يكون عدم الانتباه والتشتيت ممكن السرعه الزايده مثلا السرعه الزايده ممكن يكون عدم تركيزه بيخليه يمشي سريع ومش واخد باله مثلا ممكن ده صحيح مش واخد باله بالتالي بياخد اجراءات او بياخد يعني خطوات خاطئه بيعرض ولادنا لغير يعني لشكل غير سليم كل دي بتبقى امور بتدل على ان في حاجه غلط في السائق ده فلابد على طول ان هم يتواصلوا معانا علشان نتاكد هل هو فعلا بيتعاطى اي ماده مخدره ولا عنده امراض اخرى نبتدي ان احنا ناخد خطوات مع المدرسه بشكل قوي جدا ومع وزاره التربيه والتعليم. طيب برضو حابين ناخد فكره من حضرتك يعني هو يعني فكره عن القانون اللي هو رقم 73 لسنه 21 اللي طبعا بيشمل عقوبه العزل من الوظيفه يعني طبعا ده لما يثبت تعاطي السائق للمخدرات يعني وبرضو حابين نعرف موعد تطبيقه امتى. الحقيقه طبعا قانون الخاص بالكشف المبكر عن المخدرات 73 لسنه 2021 عايز اقول لحضرتك انه من اهم القوانين اللي اكد عليها البرلمان المصري والحقيقه كان فيها توجيهات قويه جدا من القياده السياسيه نظرا لان يعني الخطوره كانت قائمه بشكل كبير جدا سواء كانوا في يعني الحوادث اللي حصلت او المشاكل اللي حصلت جراء تعاطي وادمان المواد المخدره فده ان دل يدل على اهتمام قوي جدا من القياده السياسيه في تحقيق حياه كريمه للمواطن وبناء عليه كان التشديد على اهميه ان يكون في قانون خاص بهذا الامر والقانون لما نزل من حوالي 6 شهور اتاح فرصه لكل العاملين والموظفين في القطاع الحكومي هديك فرصه هنهلك فرصه ما يقرب من 6 شهور لا تعالى تقدم للعلاج من تلقاء نفسك علشان تكون امن بعد كده لان لو نزلت وعملت اجراء خاص بالتحليل واكتشفت انك متعاطي وانك ايجابي لاي ماده مخدره هيتم التعامل مباشره من الجهاز الاداري او من العمل داخل الجهاز الاداري فاذا القانون اتاح فرصة حوالي 6 شهور لكل العاملين هتنتهي الفرصة ديت في 15/12 اللي جاي 15 ديسمبر وبناء عليه بعد كده أي إجراء خاص بتحاليل الكشف المبكر عن المخدرات ما بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة سيتم فورا إيقافها أو يتم فورا إيقافه عن العمل بحكم القانون وبعد إحالته للنيابة. يعني هو طبعا يعني ده خبر جميل جدا واحنا برضو حابين يعني دكتور يعني يكون الموضوع كمان بيحصل تحليل مفاجئ مثلا برضو حضرتك تقول لنا ده على اساس ان يقال ان ممكن ناس بتتعاطى حاجه او بتاخد حاجه يفسد التحليل فبرضو بيبقى المفاجاه ده عنصر المفاجاه ده مهم جدا في تحقيق هذا الامر لان في النهايه كل المنظومه ديت مش هتنجح الا بمجموعه من غرف او غرف على عمليات متتابعه زائد السريه يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا في حملاتنا المستمره يوميا اعضاء الحمله اللي موجودين سواء كانوا زملائنا من الطب الشرعي او من الامانه العامه للصحه النفسيه او صندوق مكافحه وعلاج الادمان جميعهم ما بيعلموش او ما بيعرفوش الحمله بتاعتهم الا قبلها بساعات قليله هم متوجهين لفين ورايحين فين علشان يكون فيها عنصر المفاجاه ده مهم جدا جدا. كمان عاوز اقول لحضرتك يعني بالمناسبه خلال الست شهور تقدم لنا في الخط الساخن ما اكثر من 15,000 موظف طالبين للعلاج فده ان دل يدل على ان في حاله ايجابيه طبعا. الناس حابه ان هي تتعالج في هذا من هذا المرض وكمان احنا بنتيح الفرصه عن طريق المستشفيات العلاجيه اللي عندنا اللي هي وصل عددها النهارده الى 27 مركز علاجي موزعين على مستوى 17 محافظه جميع المستشفيات بتقدم الخدمه العلاجيه بالمجان يعني اي موظف او اي مريض خاص بموضوع ادمان المخدرات حابب ان هو يدخل ده يعني يتعالج احنا بنقدم له العلاج بالمجان والسريه تامه عن طريق برضه رقم الخط الساخن 16023 والحقيقه طبعا دكتور يعني جهد كبير جدا حضراتكم بتقوموا بيه ودي خطوه حلوه جدا يعني للقضاء على هذه الظاهره وان شاء الله كده يعني مزيد من التقدم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا لحضرتك شكرا جدا على مداخله دكتور ابراهيم عسكر مدير العام البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج الادمان بشكر شكرا جزيلا.